مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. اليوم راح اقولكم كيف ممكن ترتبطوا بشخص تعرفتوا عليه عبر الانترنت او عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعدكم ما شفتوا ولا مره هيدا الشخص بالحقيقه او على ارض الواقع. قبل ما بلش بالفيديو خليني اعطي السبب اللي بيخلينا نتعلق او نحب شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي. منلاحظ انه اكثر اشخاص معرضين لهذا الموضوع هن الاشخاص اللي بيقضوا جزء كبير من وقتهم وهن على التليفون او على اللابتوب او على الانترنت، على الفيسبوك، تويتر، انستغرام، واتساب، يعني عم بيقضوا جزء كتير كبير من حياتهم اليومية عبر استخدام هيدي المواقع. وحتى منلاقي هؤلاء الاشخاص يمكن اوقات ينسوا يزوروا او ينسوا يشوفوا اصدقائهم او الحقيقيين، يمكن صار لهم فترة او مدة بيعرفوهم من زمان، وبتلاقيهم انه حتى علاقاتهم الاجتماعية الحقيقية او على ارض الواقع بتلاقوها مش كتير نشيطة، او حتى ما عندهم زيارات او علاقاتهم الواقعية شوي محدودة نوعا ما. من هون الوحدة، يعني شخص يمكن عنده وحدة اجتماعية واللي عم بيقضي جزء كتير كبير من وقته بالعالم الافتراضي اللي هو احيانا عم يتحول لعالم حقيقي، واحيانا اخرى للأسف الشديد عم بيضله عالم افتراضي وعم بيكون في له نتائج سلبية بدل مما انه يكون في له نتائج ايجابية. نحن هالعالم اللي هو بين ايدينا التليفون اللابتوب، والاغلب التليفون، يعني اغلب الاشخاص منلاقيهم صاروا يعني أغلب الوقت منلاقي مجموعة أصدقاء قاعدين مع بعض، ولكن للأسف الشديد منلاقي كل شخص راسه بالتليفون أو على الفيسبوك أو على الواتساب أو على أي وسيلة تانية. هالأشخاص معرضين أكثر من غيرهم إنهم يتعلقوا عبر الإنترنت، ولكن المشكلة هي مش بالتعلق، المشكلة كيف نحول هالعلاقة اللي للشخص اللي بعدنا ما شفناه ولا مرة على أرض الواقع أو بالحقيقة، كيف منقدر نحولها من عالم افتراضي لعالم حقيقي وإيجابي وإله انعكاسات إيجابية إن كان علاقاتنا العاطفية أو الاجتماعية. رح خبركم كيف الأمر بكل بساطة وبكل سهولة. مجرد ما أنتوا تعرفتوا على شخص وحسيتوا أنه هيدا الشخص عبر المحادثة أولاً، يعني المحادثة عم بتبلش بالدردشة، يعني عبر الكتابة أو عبر إرسال الصوت، مجرد ما حسينا أنه نحن عم نرتاح له أو شخصية هيدا الشخص نحن انجذبنا لإله، مش لازم هالفترة تطول أو تاخد وقت أكتر من جمعتين ماكسيموم لنطلب من هالشخص أنه نفتح معه محادثة عبر الفيديو. يعني مثل ما منلاحظ الفيسبوك والواتساب سهلوا طريقة كيف يعني نحول الشخص لموضوع حقيقي عبر شيء اسمه فيديو كول، لنشوف الشخص قدامنا صوت وصورة، أو حتى عبر اللايف أو البث المباشر، لأنه قد ما نحكي الشخص عبر التشاتينج عبر الكتابة عم بضل في حلقة غير واقعية مفقودة نوعا ما، بينما لما عم نشوف هيدا الشخص يمكن ببث مباشر قدامنا أو عم نحكي معه فيديو كول، بغض النظر حتى إذا كنا بعدنا بحياتنا الحقيقية مش شايفينه ولا مرة، الفيديو كول أو البث المباشر بيكسر حوالي 70% من العالم الافتراضي، بيبقى 30% ما بيتحققوا إلا عبر الميتينج أو المقابلة الحقيقية والواقعية بيناتنا. وحتى في ناس كتير عبر السكايب وغيرها من الوسائل، وفي قصص زواج أنا بعرفها، وحتى مش ضروري عم نحكي زواج أو حب، في صداقات حتى تشكلت وعلاقات عمل وعلاقات اجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فإذا حسيتي، إذا كنت أنت امرأة اللي عم تحضريني أو رجل، حسيتوا أنكم تعلقتوا بشخص وصار في عواطف أو حب اتجاهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعدكم ما شفتوا ولا مرة بحياتكم، أهم شرط قبل ما نبلش بالميتينج أو باللقاء الحقيقي إذا كان في يمكن سفر أو كل شخص ببلد، أنه على القليلة نستمر عبر السكايب أو الفيديو كول أو اللايف، لأنه بهالوسائل بتقربنا أكتر ويعني للشخص، وبيصير حقيقي أكتر
أكتر مما أنه بس عم نحكي معه عبر الكتابة أو عبر الفويس مسجز والصوت. هلأ هالمرحلة مرحلة الفيديو كول أو التشاتينج أو الدردشة، إن كان عبر المحادثة وإن كان عبر الصوت وإن كان عبر الصوت والصورة، مش لازم تستغرق أكتر من سنة بالحد الأقصى. أكتر من هيك يعني بعتبر العلاقة بلشت يمكن يصير في إلها آثار سلبية علينا، وبلش هالعالم الافتراضي اللي هو يمكن كسرناه شوي مثل ما قلنا عبر الفيديوز، بلش هالعالم الافتراضي يصير بالفعل افتراضي بالنسبة لإلنا. فتاني خطوة هي إنه ما تستمر هيدي المحادثات أكتر من سنة إذا كانت عم تستمر بشكل يومي، ونطلب لقاء حقيقي ولقاء مباشر بغض النظر قد ما كانت المسافة بيناتنا. هيك منقدر نتجنب الصدمات والعواقب اللي بتنتج أوقات عن سوء استخدام هيدي المواقع، للأسف عم بتأدي أوقات لأمراض نفسية، لصدمات عاطفية، أشخاص عم ينصدموا بكتير إشياء، عم بعيشوا بعالم وهمي نوعا ما، لأنه مش عم يعرفوا يستعملوا هيدي الوسائل بالطريقة المزبوطة اللي بتوصلهم للحقيقة ولأرض الواقع، وعم بضلهم عايشين بالوهم. رح عيد باختصار، فترة المحادثة عبر الكتابة أو الصوت مش لازم تستغرق أكتر من جمعتين إذا كنتوا عم تحكوا مع بعض بشكل يومي. بعد الجمعتين لازم تبلشوا بالسكايب أو بالفيديو كول. الفيديو كول الماكسيموم يعني هو مش لازم سنة، وسنة كتير يعني 6 شهور منيح، ولكن إذا كان في عوائق أو كل شخص ببلد أو سفر، ماكسيموم حد أقصى سنة، أكتر من سنة مش لازم تستمر هيدي المحادثة حتى إذا كانت بالصوت والصورة. لازم اللقاء الحقيقي اللي هو حينقلنا 100% إلى عالم الواقع وإلى يا الارتباط الجدي ونكفي مع هيدا الشخص، أو يمكن الواقع أو الحقيقة يكونوا مختلفين تماما عن العالم اللي كنا عايشين فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن مثل ما قلت، أهم شرط والشرط الأساسي هو إنه نبلش بالفيديو كول عبر الصوت والصورة. غير هيك أنا بضمن لكم إنه مش رح توقعوا بأي صدمة أو بأي خيبة أمل ممكن تحصل معكم من وراء الإنترنت أو الواتساب أو الفيسبوك أو الإنستغرام أو غيرها من وسائل التواصل المختلفة. هيدا كان كل شيء بالنسبة لليوم. إذا بعدكم ما اشتركتوا بالصفحة، ما تنسوا إنكم تشتركوا، تضغطوا على زر الجرس كرمال يوصلكم كل شيء جديد. أنا بشوفكم بفيديو تاني، وإلى اللقاء.